أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا مع نشيد الأنشاد. حلقة اليوم إرضاع الكبار. ذكر الثديان 8 مرات بلغة بليغة ورائعة جدا في سفر نشيد الأنشاد. في الفصل الأول 13، في الفصل الرابع العدد الخامس، 3 مرات في الفصل السابع اللي هن 3 و7 و8، وبعدين 3 مرات في الفصل الثامن العدد الأول والأعداد 8 و10. سأذكر بعضها مستقبليا، إنما لا يوجد أي واحدة منها نخجل منه. اللغة رائعة بليغة ومدلولاتها ممتازة جدا، فيها ما نعتز به ليس ما نخجل به، وهذا مهم جدا أن ندركه. لكن دعوني أولا في موضوع إرضاع الكبار وموضوعنا في اليهودية والإسلام، لأن في المسيحية ما في ذكر للموضوع، وسفر نشيد الأنشاد هو سفر يهودي أولا وقبل كل شيء. طبعا نحن نقبله كجزء من الكتاب المقدس في التناخ في العهد القديم، جزء من الكتابات، رائع جدا. لكن نتطرق إلى الموضوع في الإسلام، ومنعرف بحثنا يدور حول الفيديو اللي نشره تار 335، وبيقول فيه رضاع الكبير ولعق المهابل وشرب المني المقدس عند النصارى. ذكر سيد تار زفت يعني في العربي مثل ما ذكرت سابقا، لما ذكر السيد زفت هذا الموضوع بيظهر الدافع الوحيد وراءه هو دافع الكراهية، الكراهية لكل ما هو مسيحي، حتى أنه يأنف عن استخدام الاسم مسيحيين فيقول نصارى. طبعا فئة مهرطقة من المسيحيين، ولسخ الاسم بالمسيحيين عبر جزء كبير من التاريخ الإسلامي. أيضا نلاحظ أن المجتمع الإسلامي مجتمع متميز في فصل الذكور عن الإناث. أنا كبرت في مجتمع مسلم، كان عندنا جالية أو مجتمع مسيحي جانبنا تماما، وكان الاعتبار لبعض المفردات التركية ما زال موجود، فكانوا بيقولوا حرم لك وسلم لك، يعني مكان الحريم ومكان الرجال، كان في فصل. طبعا غطاء الشعر أو البرقع ما كان موجود تماما بهذا الشكل، كان ابتدأ يضمحل ورجع مرة ثانية، فكان في مد وجزر في موضوع الغطاء والحجاب. الفصل المحفزات والمشجعات في الإسلام والنواهي والحدود، لم تردع المسلمين عن ارتكاب الزنا، فالزنا موجود في الإسلام كما في أي مجتمع آخر. كل المحفزات وكل المثبطات لم تردع المسلمين ولم تحل موضوع الزنا، وأتى الحل المحمدي وهو إرضاع الكبار. إذن إرضاع الكبار هو بالدرجة الأولى حل محمدي لموضوع الزنا. وآية إرضاع الكبار، آية إرضاع الكبار من الآيات المفقودة في القرآن، طبعا أكلها داجن حسب قول السيدة عائشة. أيضا نقرأ ما يلي: لا يوجد موضع في جسد المرأة يحرم على الزوج النظر إليه أو لمسه أو تقبيله أو لحسه، باستثناء موضع عفتها أثناء الحيض أو النفاس، أما إذا كانت طاهرة فلا حرج في ذلك. لا يوجد موضع في جسم الرجل يحرم على زوجته النظر إليه أو لمسه أو تقبيله أو لحسه، ولا دليل عند من منع ذلك. يجوز للمرأة أن تمص فرج زوجها وأن يمص هو
يمصق بظرها إلى بلوغ اللذة، لكن أن يقذف في فمها فالراجع عدم جوازه إلا برضاها، طبعا برضاها، وأن يكونا خاليين من الأمراض المنتقلة. إذن شرب مني الرجل أتى بشكل واضح في التشريع الإسلامي والإباحة الإسلامية، لا أقصد إباحة بشكل إباحي بمعنى ما هو مباح في التقليد الإسلامي. والحديث عن محمد يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وطبعا المقصود بالنكاح هنا ليس الزواج، لأنه يتكلم إلى زوجين، يتكلم إلى متزوجين. النكاح المقصود به العملية الجنسية، هذا المفرد الإسلامي الشائع الذي يشير أولا قبل أن يكون مجازا إلى الزواج، يشير أولا إلى العملية الجنسية. ومفرد نكاح هنا ليس بمعنى الزواج، مقصود به نكاح الحائض، يعني تجنب نكاح الحائض. يعني ممكن الرجل يعمل كل شيء، يمكن للرجل أن يفعل كل شيء ما عدا نكاح الحائض، آسف على استخدام المفرد، لكنه المفرد اللي محمد استخدمه. أيضا نقرأ في القرآن ما جاء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الموضوع متشعب جدا في الإسلام، مطروق بشكل غير اعتيادي، وبعض الأمور الغريبة طبعا راح نشوف الفيديو. إرضاع الجدة، لو حدث أن الجدة أرضعت أحد الأطفال، يحرم الزوجين أحدهم على الآخر، يعني يجب أن يطلقا. لو جدتك ستك أرضعت حد من أولادك، زوجتك أصبحت محرمة عليك يا مسلم. والمسلمة التي أرضعت جدة إحدى الجدات، يعني أمها أو أم زوجها أرضعت أحد أطفالهن، الزواج أصبح باطلا لاغيا، والطلاق يجب أن يتم، لأن الزوجة أرضعت الأولاد، فالأولاد أصبحوا أبناء الزوجة وإخوة أبائهن الأب والأم، وبالتالي الأب والأم أصبحوا إخوة، لأن الجدة أعطت ثديها لأحفادها أو حفيداتها أو أحدهم. خطأ شائع يسبب حرمة المرأة على زوجها أو حرمة الزوجة على زوجها. للأسف الواقع خطأ شائع أيها الأحبة، لا بد من الانتباه إليه. الخطأ الشائع هو إرضاع الجدة لابن ابنتها أو بنت ابنتها. معظم مواد هذه الحلقة مأخوذ من كتابي الإسلام والجنس، إسلام and Sexuality، والصفحات 73 إلى 86، وفيه نقرأ ما يلي: تم إنتاج مقطع الفيديو الخاص بالسيد تار زفت بمقاطع مسروقة أو غير مرخصة، وتحمل اقتباسات خاطئة وتعليقات ليست في نشيد الأنشاد. مرة أخرى، كان يجب أن يأتي الرد من اليهود لأنهم أول المسترمين، لأن السفر يقع في التناخ. قام المنتج بدفع كلمة المسيحيين في كتاب العهد القديم، ولم يتجرأ على ذكر اليهود. طبعا لا يتجرأ أصدقائي المسلمين الإسلامويين على تحدي اليهود، ويأتوا إلى الإناء الأضعف ربما المسيحيين. ثالثا،
أين قال المسيحيون برضاع الكبير ولعق المهابل وشرب المني المقدس في كتابهم؟ أو أن هذا ما يؤمنون به ويمارسونه؟ بالتالي فإن هذا مجرد كذب وإهانة بغيضة. على الرغم من عدم وجود حظر على الزوجين الحبيبين في العبث بصدور بعضهما البعض، بما في ذلك التقبيل واللعب، إلا أن إرضاع الكبار بين بالغين ليسوا على علاقة حب، هي فريدة من نوعها في الإسلام. إذن السيد زفت عمل جهده في تحويل القذارة الإسلامية إلى المجتمع المسيحي النقي، المجتمع الكتابي والمجتمع اليهودي الكتابي، وطعن في سفر نشيد الأنشاد بما ليس فيه. لو درس الكتاب وأتى بنقد جيد، نقد أدبي للغة الموجودة فيه لقبلنا هذا، لكنه تحامل على السفر وتحامل على المسيحيين وأراد إهانة المسيحيين ولم يتطرق إلى اليهود. في الإسلام كثير ما بيعرفوا من أصدقائي المسيحيين، إخوتي المسيحيين، في الإسلام تدخل المرأة المرضعة بعلاقة عائلية مع من ترضعه، فيصبح ابنها، وأخواته وإخوته يصبحوا أخواتها أيضا أو أبنائها، يعني يدخل الجميع في هذه العلاقة، ليس فقط من ترضعه كما رأينا في الفيديو السابق، لكن مجموعة من أفراد العائلة تدخل تحت نطاق هذه العلاقة. وعندما كنت صغير كان لدي أيضا والدتان بالرضاعة، تنتين، فأصبحتا والدتي أو والدتي بالرضاعة. نحن نختار بين اللغة العامية وبين أي المحكية حسب سعيد عقل، وبين الفصحى اللي كتير مرات بيعملوها فكحة. نأتي إلى قول محمد: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفسر الختان بقطع بعض الجلد التي في أعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف الديك، ويسمى خفضا، فحلق شعر العانة من السنة، لكن العادة جرت بنتفه. وحدث مرة أني دخلت بيت الأقارب وكانت السيدات في باحة الدار ينتفن بالسكر المعقود شعر عانة ماما بهيجة، وعند رؤيتي حاولت ترد ثوبها، لكن الطيبات النسوة الأخريات وبخنها، يعني مش لازم تعملي هيك، معيدة ابنك. لهذا يبدو أن علاقة البنوة بالرضاعة، علاقة الحليب علاقة متينة، بدرجة أنه طبعا والدتي لا تظهر عورتها، ما يسمى بالعورة في الإسلام، أمامي. على جانب الحديث، كان لي الفخر الكبير والشرف أني أمسح قاعدة والدتي بعد البراز، أدخل معها الحمام وأساعدها في أيامها الأخيرة أو أسابيعها الأخيرة. طبعا للأسف لم أكن موجود في وقت الدفن لأني كنت مسافر، لكن امتياز لي كان، فطبعا لمست عورتها. والدتي، أمي، حبيبتي. إرضاع البالغين ممارسة معروفة وتعدلت فقط لأهواء الرجال، لمناسبة أهواء الرجال، للتماشي مع شهوة
الرجل الذي لا يستطيع أن يكبحها في الإسلام. طبعا يمكن، الرجل رجل والمرأة مرأة، كل واحد ممكن، نحن بالغين، لا نمشي في الشارع ونشتهي كل واحد، ولا تمشي المرأة زوجتك أختك أختي أمك أمي، لا يمشون في الشارع ويشتهون كل رجل. دعونا نكون عاقلين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد محمد، فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعملت امرأتي عمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها. طبعا مفهوم شو يعني دخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، يعني أوجع زوجتك ضربا. إذا عمر أباح ضرب الزوجة، ليس بقلم مثل ما قال البعض حاولوا يخففوا من حدة الموضوع لخجلهم، لكن قال له: أوجع زوجتك، يعني اضربها ووجعها. المثل عندنا بيقول: إذا أطعمت فأشبع، وإذا ضربت فأوجع. هذا كان المقصود من قول عمر لرجل: وقت جاريتك، روح نام مع جاريتك اللي هي وليدة. قال له إنها وليدة، يعني طفلة، هذا بيعني إنها صغيرة السن، بمعنى إسلامي إنها تحت التاسعة، 3 4 سنين أو أقل أو أكثر شوي. وهذا بيأتي بنا إلى موضوع آخر، موضوع وطئ، التعبير الإسلامي المحمدي، موضوع وطئ الصغيرة. الإسلام أباح للرجل أن يطأ أيضا الصغيرة، ولا جناح عليه ولا حد عليه لا حكم عليه إذا وطأ الصغيرة التي هي دون التاسعة. نقرأ ما يلي في مسند أحمد: قال القاضي، القاضي عياض طبعا: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ 9، لأنها لا يشتهى مثلها، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها. وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ 10، لا حد عليها، والصحيح أنه متى أمكن وطئها. وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطأها. أن الحد يجب على المكلف منهما، ولا يجوز تحديد ذلك ب9 ولا 10، لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا توقيف في هذا. وكون 9 وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا لا يمنع وجوده قبله، كما أن البلوغ يوجد في 15 عاما غالبا، ولم يمنع من وجوده قبله. فالعبدة، الفتاة الجارية الوليدة، الطفلة، حسب التقليد الإسلامي والعرف في ذلك الوقت أصبحت بنت لرجل، لكن شهوة الرجل أهم من التقليد وأهم من العرف وأهم من التشريع في نظر الخليفة عمر الفاروق. الخليفة العادل: اضرب زوجتك وادخل على حليلتك. في عندنا مشكلة تانية هون، الحليب للفحل للرجل. شكوى الرجل إلى عمر كانت بتحمل معنى آخر أيضا، أن الزوجة أباحت حليبها لوليدتهما، لجاريتهما الصغيرة، دون علم زوجها، دون استشارته، دون أخذ موافقته، فالحليب ملكه، لأن الرجل اشترى المرأة. طبعا العبد، كان والدي بيذكر المثل: العبد وما ملكت يداه لسيده. فالمرأة وكل ما فيها وكل ما يمكن أن تعطيه هو ملك للرجل، ليس ملكها. والحليب واضح جدا في الإسلام، الحليب أو اللبن للفحل، يعني اللبن حليب المرأة هو ملك للرجل، والزوجة تجاوزت حدودها
بإعطاء حليبها اللي هو حليب الرجل، مفارقة عجيبة، للجارية. عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ربيبه بالحري. فقال النبي: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله. قال محمد: أرضعيه. ما قالها أعطيه شوية حليب مشان قهوة الصباح يحطه مع القهوة لحتى يكون عنده كافيه أوليه، بس قال لها رضعي. كان عارف شو معنى الرضاع. كلام محمد لم يفسر مجازيا لكنه أخذ حرفيا، لهذا استغربت سهلة بن سهيل كيف ترضع وهو رجل كبير. ومحمد ضحك: أنا عارف إنه رجال كبير، رضعي يا بنتي. حتى يروق أبو حذيفة: جميع اللواتي أرضعن الرجال في أيام الإسلام الأولى كان الرجال يذهبن إليهن، أو الذكور، دعني أقول الذكور. هذا يعني أنهم الذكور كانوا بالغين، أو كانوا على الأقل قادرين على المشي، قادرين على معرفة الاتجاه، ويعرفون كيف يتصرفون، يعني ما كانوا تحت السنتين. قطعا وحتما كانت كلمات محمد الخاصة أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. على هذا الأساس، وما زال في مجتمعي الذي ربيت فيه، رابطة الحليب رابطة قوية جدا. فلما قال لها أرضعيه يعني أرضعيه. ما بعرف أبدا في مجتمعي إنه امرأة بعتت كأس حليب إلى رجل أو شاب أو طفل. أيضا روى يحيى من مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب لإرضاعه 10 مرات يمكنها أن يأتي لرؤيتها، فعلت ذلك، لذلك كان يأتي لرؤيتها. رضاع الكبير موجود في الإسلام ولا ذكر له في المسيحية، وليس في نشيد الأنشاد سواء يا سيد زفت، اعتبرت كتاب يهودي أو مسيحي، لا يوجد في نشيد الأنشاد رضاع الكبير، لكن في الإسلام يوجد رضاع الكبير. يعتبر سفر نشيد الأنشاد من وجهة النظر البشرية سفر يعبر عن المحبة، وذكرتها سابقا، محبة عميقة يعبر عن العشق أقوى من المحبة بين رجل واحد وامرأة، ليس بين غريبين. رضاع الكبير في الإسلام المرأة ترضع شخص غريب عنها، لكن في نشيد الأنشاد المحبة والعشق قائم بين شاب وفتاة حبيبين يربطهما رابط الحب. فتقول: أوه كم أتمنى أن يقبلني بشغف، لا يوجد مثيل لهذا في الإسلام. ونقرأ في العبرية والعربية تماما: ليقبلني بقبلات فمه، يشاقني من شقوت، واستخدمت يقبلني
بقبلات استخدمت للتأكيد. قمت بطباعة هذا الكتاب حب وآلام، وفيه مقالة عن تعليقات أخذت بضع صفحات من الياس الصغير، الياس اللي شايفينه، أخذت بضع صفحات وتعليقات حول هذا العدد الأول من الأصحاح الأول في شتفر نشيد الأنشاد، اللي بيقول: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. اللي بحب يحصل على هذه ممكن صورها وابعتها ملف PDF لأي واحد بحب يحصل عليها عن طريق الإيميل. فقط أرسلوا الإيميل وأرسل لكم الملف PDF تعليقات حول نشيد الأنشاد 1:1: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. لغة الحب لغة رائعة، ونحن أبدا مش كبار عن أنه نحب. عمره واحد ما بيختير لما بيحب، دائما بيكون في نضارة وفي ريان. فدعونا نستمر في هذه الحياة بالمحبة، نحب الله، نحب الآخرين، نحب جارنا، نحب زوجاتنا وأولادنا، ونحب العالم كما فعل يسوع. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو يسوعنا، خلينا نتمسك فيه، نتمسك بهذه المحبة الرائعة. وبصحتكم، دمتم، وإلى اللقاء مع نشيد الأنشاد في حلقة ثانية. سلام ومحبة.